Help! 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 Go! 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 يلا يا سوي نخلوك يا رجل يلا يلا سمعت الصوت حد يعني انت مين ياض؟ دبشة يا كبير، دبشة دراعك اليمين. ومين عمل في عينيك كده دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ انت احول ياض. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده يا ريس. ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن. مين اللي حول دراع اليمين يا حارة؟ الحارة كلها يا كبير، كانوا مفكرينك مش راجع تاني. كلاب انا اعرف بيهم واحد واحد. مفيش بهدله بعد النهارده يا حاره، ولا في مسح زلالي. خلاص ياض، انا قلت لهم بيت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه ياض؟ احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وثلاثنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122؟ ما تحكمش على النمره قوي ياض لحد احفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هات طوبه دبشه يا كبير. رماده اهلك دي هي اللي حولتك. سالك يا نوخة بتضربني؟ بضربك، بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمة. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على لا يكون حد سمع صويتك واتضايق. بضربها. في حد متضايق؟ يا بت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش، لا اقتلك. اكل الحبيب زي اكل الزبيب. بس بقى يا نور. يا بت اطفي النور. الكل الرمة مش هيبطل يبتزني، ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق. كل ده ضغط يا فندم، ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك على امضاء. ايش بقى امضاء سعادتك؟ حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني. ثم البنت الجير فريند بتاعتي افتكرته انا. مخلوق وصل يا باشا. هتقول بسرعه. انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بينه وبينه. عمنا باشا. ألف حمد لله على السلامة يا نخنوخ، أخيرا خرجت من السجن. لا باشا أنا ما خرجتش، أنا هربت من السجن. ولو عايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122. أبلغ إيه؟ أنا ما صدقت إنك خرجت. أقعد. كلام على إيه يا باشا؟ أكل. طب عايزه مع سبق إصرار وترسب، ولا ضرب تفضل موت، ولا صعقة من الكهرباء، ولا الثلاثة مجتمعين؟ المهم إنه يموت ويروح في 60 داهية.
يا باشا بس الدم غالي. نص مليون. اخضر احمر ازرق. انا معاك في كل الالوان. هم نص مليون جنيه مصري والعربون اهو شيك باربعين جنيه. يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه. كلام على مين يا باشا؟ ترماي. ايه عباس ترماي؟ انت غفلتنا يا باشا. انا عمري ما شفته بس اسمع يعني انه منطقه. ده عايز له خريطه عشان تقتل. ايه خايف يا بطل؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. اتنين تلاته كده يعني منهم ترماي. بس اذا كان هو ترماي انا نخنوخ. نحش بذمه. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ احنا المفروض نتكلم في ايه يا نور؟ انا مش فاكر حاجه دلوقتي يا بابا. اسال معتمد. مش فاكر. فين فين في ايه يا عز؟ بالنسبه لي مش عايز افتكر انا دلوقتي. يا رجعت. قومي يا عز افتحي لاخوكي. رفضت. انت حلو قوي. ماشي. انتوا بتاكلوا من غيري؟ يا خونه. كمان منبار. 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 عملت ايه؟ ناس جحده. ما فيش حد فيهم عاوز يسيب البيت. طب والحل؟ لازم امر ازاله للبيت. كده بقى يبقى ما فيش غير ويكا. وهيعمل ايه ويكا يعني؟ هو مش هيخش كليه الشرطه؟ بس لسه نتيجه الثانويه العامه هتبان بكره. هينجح وهيخش كليه الشرطه وهجيب امر الازاله. طب ادعوا معايا. ادعوا معايا وقولوا يا رب. يا رب. ويكا ليه؟ مرات الضابط لازم تكون سمباتيك. لولا النهخت انا كنت حبسته لها. المسامح كريم يا باشا. ياه ايدك تخينه قوي. مش هتخن من ايديك يا حبيبتي. صباعك الثالث لامس صباعي الرابع. نفس احساس صباعي الصغير حاضن صباعك الكبير. يا صبابعنا هي ايد مين فينا اللي عرقان العرق ده كله؟ ما تفرقش. أنا تهت في المية اللي بين إيدينا. وأنا مية إيدينا محيراني. 10,220 235 265 270 285 أيوة 11,300 تخافوش يا عمك صابر. جبت لكم رقم الفلوس. امال احنا كنا بنسمع ايه الصبح؟ 428 هوري سويد. يا نمر بتنط كده ليه؟ تصدق انا مش فاهم حاجه في النمر دي. ما هو اللي يقولوا نمرته يبقى نجح. انما بعيد عنك لو فوته نمرته يبقى ريح. طب والمجموع؟ مجموع مين يا عمنا؟ ده سياده اللي هو قال لي يا صابر بس ابنك ينجح ان شاء الله يجيب 50%. ان شاء الله هينجح. الولا ويكا ده له قلوب. طبعا. هو رقم اعاده كام؟ رقم مين؟ رقم اعاد ابنك. اهو 170 39 58 13 74 0 3 5. بس ابنك لو حافظ الرقم ده زي ما انت بتقوله كده هينجح. احمد حلمي الشرطي صاحي. احمد عبد الله محمد صاحي. ابراهيم السيد احمد صاحي. سعيد عبد النبي غريب صاحي. شادي عبد المنعم سعيد صاحي. علي ابو فتوح ابراهيم صاحي. علي موسى سالم صاحي. مسعد يا فاشل يا صاحي. اي يا لهوي صاحي. مليح محمد ابراهيم صاحي. خلاص بقى خلاص بقى هادي يا سفينه. هي اول مره ان شاء الله السنه الجايه هتنجح. انا مش مشكله انا يا باشا. المهم ان انت تنجح وتخش كليه الشرطه وتبقى ظابط قد الدنيا. وشوف بقى سفينه يبقى صاحبه ظابط شرطه. والله العظيم اعمل معاك احلى واجب يا دي سفينه. ده انا احبسك خميس وجمعه من كل اسبوع. بس انت ادعي لي يا رب تنجح يا يوسف يا ابن عم صابر يلي اسمك ويكا يا رب. برضو جيت يا حبيبه. ثانيه واحده بقى لو حرف ايه ولا ايه هذا والشاوى صام. رحيم
زي حضرتك يا عمي. تمام يا ابني تمام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ايه في حاجه؟ لا 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 ما فيش يا عمي، بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصل. لا ما تاخدش في بالك، المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعه تموتوا كلكم. ايه يا ابني في حاجه؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقه خطر. هو ورد اليومين دول؟ ورد الورد يا ابني كان زمان. لا 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 مش اسلوب ابدا يا ناس يا اللي في البيت. يا حبيبه عمي بيفضى يا جماعه. في ايه في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الاوضه جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان يصبر شويه، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا انت معقول هعيش لحد ما اشوفك لواء يا يوسف؟ يا ايوه فندم. اكيد سليمان باشا فاكرني. ايوه فندم. مش دي شقه سياده اللواء سليمان باشا؟ هي كانت شقته بس احنا اشتريناها. طب هو راح فين؟ هاجر كندا عند بنته. انا اذن حضرتك. سليمان باشا هاجر كندا والوقت